اهلا بكم طلبة الصف الثالث الاعدادي، ومع درس من دروس الجغرافيا. برضو هنكمل نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة. هناخد دولة برضو من الدول النامية وهي دولة البرازيل، وبعتبر ان دولة البرازيل دي اكبر دولة موجودة في قارة امريكا الجنوبية، ان مساحتها تشغل نص مساحة القارة تقريبا. مساحتها 8.5 مليون كيلومتر مربع. البرازيل أكبر دول أمريكا الجنوبية مساحة، موقعها الجغرافي بيحدها من الشمال مجموعة دول زي دولة جيانا، فنزويلا، سورينام، جويانا. أقولها تاني، جيانا، فنزويلا، سورينام، جويانا. بيحدها من ناحية الغرب والجنوب دولة اسمها بيرو، بوليفيا، باراغواي، أوروغواي، الأرجنتين. أقولهم تاني، بيرو، بوليفيا، وباراغواي، وأوروغواي، والأرجنتين. ودي دول اللي بتحدها من ناحية الغرب والجنوب. أما من ناحية الشرق والشمال الشرقي اللي هي المحيط الأطلنطي، الشرق والشمال الشرقي المحيط الإيه؟ الأطلنطي. ده كان الموقع الجغرافي اللي موجود في دولة البرازيل. أهم الهضاب، كلنا طبعا عارفين إن في هضبة كبيرة جدا بتشغل الأراضي البرازيلية اسمها هضبة البرازيل، دي في الجنوب بالإضافة لمجموعة هضاب في الشمال. طيب بالنسبة للسهول، عندي سهول فيضية اللي هي زي حوض نهر الأمازون، سهول ساحلية اللي بتطل طبعا على المحيط الأطلنطي وتتميز بالضيق لاقتراب الهضاب منها. المناخ في دولة البرازيل هي مناخ يقع كاملة من ضمن المناطق الاستوائية والمدارية. يعني أقول إن يسود المناخ الاستوائي اللي هو شديد الحرارة في حوض نهر الأمازون. المناخ دوت اللي بقول فيه اللي هي حرارة أمطار طول العام. طبعا حوض نهر الأمازون وهضبة البرازيل، كل هذه المناطق هي مناخ استوائي حار لاقترابها من خط الايه؟ الاستواء. لما اجي اتكلم عن المناخ مباشرة بتكلم عن النبات الطبيعي. النبات الطبيعي عندي غابات استوائية، دي موجودة في حوض نهر الأمازون، ودي أكبر غابة استوائية موجودة في العالم في البرازيل. عندي حشائش سافانا طويلة في هضبة البرازيل، عندي حشائش معتدلة قرب حدودها الجنوبية مع أوروجواي، لما بتبعد شوية عن خط الاستواء بيبقى فيه هناك حشائش الايه؟ المعتدلة. يبقى عندي هنا تنوع في النبات الطبيعي بالنسبة لدولة البرازيل، اللي هي غابات استوائية، حشائش سافانا، حشائش معتدلة، شاملة الثلاث أنواع من أنواع النبات الطبيعي سواء كان غابات أو حشائش. بالنسبة لسكان دولة البرازيل، بعتبر إن السكان يمثلون نص عدد سكان قارة أمريكا الجنوبية تقريبا، ودول خليط من مجموعة من الأجناس، يعني موجود فيهم الهنود الحمر، موجود فيهم الزنوج، موجود فيهم الأوروبيين، دي اللي هي الأجناس المختلفة اللي بتعيش في دولة البرازيل. وبالإضافة لو عايزين نضيف لنفسنا معلومة كده، بنقول إن نفتكر كده مع بعض إن البرازيل دي دولة بتتحدث اللغة البرتغالية طبعا نتيجة الاستعمار البرتغالي لها. بقول إن السكان، أين تركز السكان؟ تركز السكان طبعا في الساحل الجنوبي الشرقي، حيث المدن الرئيسية زي مدن زي مدينة ريو دي جانيرو والعاصمة القديمة وسانتوس وساو باولو، مجموعة مدن موجودة بتركز فيها السكان، بالإضافة للمدن الجديدة زي برازيليا اللي هي العاصمة الجديدة وميناؤوس التي تقع على نهر الأمازون. كلها مدن موجودة في دولة البرازيل التي يتركز بها السكان. لما أجي أتكلم عن النشاط الاقتصادي في دولة البرازيل، في البداية بتكلم عن الزراعة. الزراعة تشغل أراضي الزراعية 2% من المساحة، وكل الزراعة موجودة في جنوب البلاد. الزراعة بيزرعوا البن وجوز الهند، وبتعتبر من أهم الدول في زراعة البن اللي هي دولة البرازيل، وبعتبرها من ضمن المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة اللي موجودة عندنا في أول درس خالص خدناه اللي هي الزراعة والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إنه بيستفيدوا من وجود الغابات الاستوائية في قطع الأشجار وتصنيع أخشابها. بالنسبة للرعي، بعتبر ان في حيوانات كتيره جدا، ثروه حيوانيه كبيره جدا في دوله البرازيل اللي هي مصدر للحوم والالبان لوجود المراعي الدائمه اللي هي في دوله البرازيل. اما صيد الاسماك، شيء طبيعي انها تمتلك سواحل كبيره وطويله على المحيط الاطلنطي والبحر الكاريبي ونهر الامازون، اذا تمتلك ثروه سمكيه كبيره. بالنسبه للمعادن، بعتبر اهم المعادن اللي موجوده في دوله البرازيل الحديد. الحديد من اهم المعادن في انتاج الموجود اللي بتنتجه دولة البرازيل بالإضافة لمعدن المنجنيز. الصناعة في دولة البرازيل هي صناعة بتعتمد على توفر الموارد المعدنية والزراعية والأيدي العاملة.
ومنها مجموعة من الصناعات زي صناعات غذائية ومنسوجات وصناعات حديد وصلب وسيارات وطائرات وصناعات الآلات الكهربائية وصناعة الإسمنت والصناعات اللي موجودة كلها موجودة في منطقة الجنوب الشرقي قرب مدينة اللي هي المدن الجديدة زي مدينة ساو باولو وريو دي جانيرو وغيرها من المدن الرئيسية. بعد كده لما اتكلمت غير الموقع الجغرافي والسكان واتكلمت عن النشاط الاقتصادي سواء كان زراعة أو رعي أو أسماك أو معادن أو صناعة، واتكلمت برضو عن أهم التضاريس اللي موجودة في دولة البرازيل، واتكلمت عن أهم اللي هي الحاصلات الزراعية أو المحاصيل الزراعية اللي بتوجد فيها. هتكلم بعد كده عن أهم المدن اللي موجودة في دولة البرازيل. أهم المدن اللي موجودة في دولة البرازيل، أول مدينة اسمها مدينة برازيليا، زي ما انتوا شايفين كده على الخريطة مكانها موجود فين، نحدده كده ونعرف مكانه فين، لأن ممكن يجي لي أمام خريطة صماء لدولة البرازيل وضح على آلاتي ويكتب لي مدينة نقط، يبقى أنا عارف إنها دي مدينة اسمها مدينة البرازيل ودي العاصمة الجديدة وتعتبر من أهم المدن. وخلي بالكو مدينة برازيليا ديت بتتميز بطبيعتها الجميلة جدا والجمال الرائع اللي موجود في هذه المدينة. من أهم المدن اللي موجودة في دولة البرازيل مدينة اسمها مدينة ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو زي ما انتم شايفين مكان على الخريطة، بعتبرها دي كانت العاصمة القديمة، يعني العاصمة الحالية برازيليا، العاصمة القديمة اللي هي ريو دي جانيرو، ودي بتعتبر من أجمل مدن العالم، مدينة جميلة جدا موجودة في دولة البرازيل ومنطقة جذب سياحي بشكل كبير جدا. من أهم المدن برضو اللي موجودة في دولة البرازيل مدينة ساو باولو. ساو باولو دي من أهم المواني بالبرازيل، طبعا ميناء كبير جدا بيطل على أو بيقع على المحيط الأطلنطي. طبعا ميناء بتشتهر ميناء، وده إذا هنا منطقة اقتصاد أو منطقة إنتاج اقتصادي ضخم. وما ننساش إن مدينة ساو باولو بتعتبر أو بتشتهر بالمباني الضخمة وموجود فيها بعض الشواطئ الرملية الواسعة. غير أهم المدن في دولة البرازيل هتكلم عن العلاقات المصرية البرازيلية. هل هناك علاقة؟ وضح، يجي كده سؤال يقول لي دللها أن هناك علاقة اقتصادية بين دولة مصر والبرازيل. طبعا في علاقة قوية جدا، العلاقة دي قديمة جدا بدأت من القرن 19 وكانت علاقة تبادل تجاري بين الدولتين. هتكلم ان مصر تصدر الى البرازيل، بتصدر ايه؟ بتصدر الاقطان، القطن، بتصدر المواد الغذائية وبتصدر الاساس اللي هي زي الاسمنت مثلا او مواد البناء، بتصدر المنسوجات وبتصدر الاسمدة. طيب ده بالنسبة لمصر بتصدر ايه للبرازيل؟ طب مصر بتستورد ايه من البرازيل؟ طبعا زي في علاقات اقتصادية تبادل تجاري، اذا بقول ان مصر بتاخد من البرازيل حبوب زيتيه اللي هي حبوب اللي بتطلع منها الزيوت، بتستورد السكر، بتستورد المعادن وخاصه الحديد. طب يا استاذ هو مصر مش بتنتج؟ بتنتج، ولكن بتستورد الحديد لزياده الاستهلاك عندها فعشان تكمل انت الاستهلاك عندها. برضو مصر بتستورد من البرازيل اللحوم والدخان والبن، دي مجموعه حاجات بتستوردها مصر من البرازيل سواء كان مكتوب منها في كتاب او مش مكتوب، بس احنا بنضيف بعض المعلومات للعلم والاثراء بالمعلومه كده. يا شباب انا خدت دوله البرازيل دول ناميه موجوده في دوله، دوله البرازيل دي موجوده في قاره امريكا الجنوبيه، تعتبر اكبر مساحه، نص مساحه القاره تقريبا، من الدول اللي هي بعتبرها ذات انتاج في الزراعه بعض المحاصيل المعينه زي البن، وهي الأولى في إنتاج البن بالنسبة للعالم، فيها ثروة حيوانية كبيرة، فيها أسماك لطول سواحلها، فيها ثروات معدنية كبيرة زي الحديد، فيها صناعات زي صناعة الحديد والصلب، فيها مدن زي برازيليا وريو دي جانيرو وساو باولو، علاقات مصرية تبادل استيراد وتصدير. ما ننساش برضو إن المناخ بتاعها مناخ استوائي لقربها من خط الاستواء، لذا بيتنوع فيها النبات الطبيعي ما بين غابات استوائية وما بين حشائش سافانا وحشائش معتدلة، بالإضافة لتضاريسها متمثلة في هضبة كبيرة جدا اسمها هضبة البرازيل، ودي بتشغل مساحة كبيرة من دولة البرازيل، بالإضافة لمجموعة من السهول زي السهول الفيضية اللي هي زي نهر الأمازون والسهول الساحلية اللي موجودة على المحيط الأطلنطي. وعيد موقعها الجغرافي تاني، بقول إن موقعها الجغرافي
هي بيحدها من الشمال دولة جيانا وفنزويلا وسورينام وجويانا، ومن الغرب والجنوب بيرو وبوليفيا وباراغواي وأوروغواي والأرجنتين. أما بالنسبة للشرق والشمال الشرقي اللي هي المحيط الأطلنطي. وما ننساش إن مساحة دولة البرازيل 8.5 مليون كيلومتر مربع. بكده أعزائي الطلبة أكون خلصت الدرس، وإحنا بنذاكر نحط بعض العناصر والنقاط الكبيرة للدولة من حيث موقع جغرافي وتضاريس ومناخ ونبات وسكان وموارد اقتصادية وأهم المدن وعلاقتها بدولتنا مصر. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وألتقي بكم في درس آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.